يسعد مساكم احبائي المشاهدين، اهلا وسهلا فيكم معنا وين ما كنتم عم تشاهدونا عبر شاشه تلفزيون فلسطين. رمضان كريم وكل سنه وانتم سالمين، والام العربيه والاسلاميه خير ان شاء الله. ان شاء الله بيخلص كابوس كورونا وبنرجع بنعيش رمضان بايامه وسهراته وليالي الحلوه. رح اكون معكم انا رانيا الحمد الله في برنامج على المائده من رام الله، هذا البرنامج الاقليمي الذي سنكون نتابعه واياكم من القاهره، تونس، دمشق، عمان، غزة. تابعونا. جئنا هنا لنكون الأبناء والأحفاد لهؤلاء الذين لم يمنحهم القدر فرصة ليكونوا آباء وأحفادا. جئنا هنا لنحمل عبء الوقت والوحدة عن هؤلاء. ابقوا معنا مشاهدينا. ضمن جولتنا في الدار تعرفنا على دكتورة ليلى عبد الحق. طبعا دكتورة ليلى نزيلة بالبيت من كامل إرادتها منذ 10 سنوات. احنا اليوم يعني قبل ما نتناول طعم الإفطور مع دكتورة ليلى بدنا ندردش احنا وياها شوي عن هاي التجربة، عن هذا القرار انه كيف اخذته انه هي بكامل إرادتها انه تتوجه وتسكن في الدار هون. سعد مساكي وكل سنة وانت سالمة. مساء الخير، كيف حالك؟ انت سالمه يا رب. احنا بخير، بنحب تكونوا انتم بخير. احنا بخير الحمد لله، كل شيء تمام الحمد لله. دكتوره انت طبيبه طب عام؟ طب عام. ايوه. خريجه وين؟ القاهره. ما شاء الله. جامعة خريجة القاهره. بدك تقولي لي اي سنه ولا سر؟ سر. كيش حدا يعرف عمرك؟ 78. تخرجتي؟ بطل سر لكل الناس عسمه. يلا مثل ما تخرجتي بال78. وين اشتغلتي بعدين؟ في نابلس، في المستشفيات في نابلس، في الصحة في نابلس. طيب كان لي عيادة خاصة برضه في نابلس. تمام. يعني شو ذكرياتك الجميلة عن مهنة الطب؟ والله مهنة الطب حلوة كتير. كان لي عيادة وكنت أشوف فيها ناس كتير، وكنا نروح على القرى في نابلس ونحكم في القرى، نعمل إغاثات طبية يعني نعالج بالمجان. فكل جمعة كنا نروح على قرية ويعني نتعرف على أهلها. وين لفيتي؟ قولي لي أي قرى. رحنا بيتا وجماعين وسرة واللبن الشرقية. ايش اكثر قرية رحتيها؟ اللبن الشرقية. وضليت هيك ضل الخضار والاشياء على افراسك والشجر والحدائق. اللبن الشرقية. جميلة جدا. حلوة اللبن. جميلة جدا. صحيح. داومت فيها مدة منيحة يعني. طيب دكتورة ليلى لك هون 10 سنوات. 10 سنوات. وزي ما حكينا في المقدمة واحنا بنعرف عليك سادة المشاهدين انه انت جيتي بكامل ارادتك. ايوه. وانه انت اخترت تكوني هون. ايوه. وانه انت حاسة هون بالامان وسعيدة جدا. اكثر من وجودك في بيتك في نابلس. احسن ما اكون لحالي. في البيت. انت هون احكي لي شو بتعملي، كيف بتقضي نهارك، خصوصا يعني السيدات اللي كانوا عاملات يعني صعب يضلوا قاعدين هيك بيعملوا شيء. والله بطلع بمشي انا كل يوم ساعه، بعمل رياضه يعني. بس في زمن الكورونا انحبسنا في البيوت. كل البلد محبوسه. كل البلد محبوسه. بس في البيوت. ايوه. بس من جديد صرت اطلع امشي يعني. طيب منيح جد. يعني هذا الوقت وقتي بتفرج على التلفزيون، بسمع راديو، عندي انترنت. بحاكي اخواني. عندك فيسبوك؟ عندي فيسبوك. خليني ابقى اضيفك. طيب. سناب شات، انستغرام، ولا بس فيسبوك؟ لا بس فيسبوك. منيح. لا منيح، ممتاز، بعلمك على الاشياء هاي بعدين. طيب منيح. ان شاء الله دكتوره. حذرك دكتوره اليوم مين اللي عمل الفطور، انا ولا الشيف؟ والله ما بعرف. لا خمني خمني مين. يمكن انت. اكيد انا طبعا. اكيد انت. أكيد أنا. حبيبتي يلا بنشوفك. احنا رح نستمر بالجوله مع زميلاتك ونرجع بنحكي معك يا حبيبتي. ان شاء الله. اهلين دكتوره. يا هلا. وخلال جولتنا في البيت كمان التقينا بالحجه مهديه. طبعا الحجه مهديه مقيمه هون سنوات طويله. يعني
يسعد مساك يا حجة. مساء الخير أهلين يا الله. كل سنة وانت سالمة. سالمين يا الله. صايمة؟ الحمد لله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. احنا قديش لك في البيت يا حجة؟ اللي بهالبيت حوالي 7-8 شهور يعني. 7-8 شهور. في 10 شهور. كيف مرقوا؟ شو بتعملي؟ الحمد لله والله أحسن هيد عالم وأحسن هيد أمة ما في يعني كايمين بواجبنا كايمين باحترامنا وبلا يعني أمين يعني مقتدرين في حمايتنا وفي هذا وهو الله بيحمي والعبادين يعني اللي موجودين كايمين يعني بالواجب وغير الواجب يعني محتاجين علينا في أي شيء في خير. من وين أنت يا حجة؟ دير دوان. دير دوان الحمد لله رب العالمين ما بنشر. احكي لنا عن بلدكم دير بلدنا دوان. بلدنا مليحة رفع. بلدنا مدينة دير دوان بيضربوا فيها مثل. بلدنا مليحة بلدنا قوية بس يعني بالإيمان وبالتقوى وبالدين وربنا أخبر في العالمين. ربنا أخبر في العالمين يعني ما بقدرش. كنا بنحكي أنا وياكي قبل شوي يا حجة وكنا بنقول إنه أنا وياكي قصة كورونا هي مش داخلة راسنا. الحمد لله الحمد لله. ربنا أكبر صح؟ أكبر ربنا كل شيء ربنا كدير. ربنا بغير ربنا خبير عليم في كل شيء. ربنا أقدر وأعلم. إحنا في قوة الله إحنا في حماية الله حماية تجويد الله والبيت هذا اللي كان فينا واجبنا وفي احترامنا ويعني عادين يعني طيب. إن شاء الله كل سنة وأنت سالمة يا حجة كل سنة وصحتك بخير جميع يا الله. وإن شاء الله يعني رمضان الجاي بنكون خلصين من كورونا ومن كل هاي القصص إن شاء الله إحنا بنكون إن شاء الله ربنا إن شاء الله حبيبتي ربنا في كل شيء خبير ربنا على كل شيء قدير. احنا عايزين يعني ما بنقدر نسوي شيء غير حكم ربنا احنا ان شاء الله يا حجة. اللي من الله حيا الله واللي من العبد حسبي عليه بالله. طب حجة احنا نقوم نفطر احنا وياك هلا. اهلا وسهلا. ما جعتي؟ لا ما جعت والله الحمد لله. انا استويت يعني يا حجة يعني يا حجة انا استويت قعدنا شنو يعني استوينا شنو هذه البركه يعني كل بركه الحمد لله. طب يلا قومي حجتنا قوم الله معك جميعا وكمان خلال جولتنا في الجمعية في قسم الرجال تحديدا التقينا بالنزيل محمد المصري. محمد له 3 سنين مقيم في الجمعية. حابين نسمع شوي من محمد شوية تفاصيل كيف بقضي وقت برمضان كيف انضم للجمعية كيف أخذ القرار أنه يتواجد هون. يسعد مساك ورمضان كريم. كل سنة وانت سالم. كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين. تمام؟ الحمد لله. قل لي لك 3 سنين هون؟ 3 سنين. كيف بتقضي وقتك؟ بحكيش على زمن الكورونا، قبل الكورونا. كيف بتعمل؟ شو بتعمل هون؟ بعمل شيء بطلع بعبر. تلعبش رياضة، بتحضرش تلفزيون؟ لا بحضر تلفزيون. ما عندكش أصدقاء هون؟ الأصدقاء الشباب كلهم أصدقائي. ان شاء الله بتضل يا محمد تضل طيبة قلبك يا رب. طيب محمد قل لي شو في اكلات هيك انت مشتاق لها في رمضان؟ شو كنتوا تعملوا برمضان؟ شو كنتوا تطبخوا؟ ايش اكثر اشياء بتحبها؟ كل شيء نعمة وفضل من الله. شو هالقناعة يا عمي هون؟ كل ما اسال حدا نعمة وفضل. كل نعمة وفضل. يا عمي ما حدش بتشهون غيري ايش في؟ قل لي ايش انت بتحب اكثر اكل؟ الحمد لله رب العالمين. اكثر اكل بتحبها ايش؟ والله كل شيء منيح. كل شيء منيح؟ كل شيء منيح. طب هلا بنشوف قدراتك. كل سنة أنت سالم محمد. إن شاء الله ينعاد رمضان بظروف أحسن من هيك. الله يحفظك. كل سنة وأنت سالم. استكمالا لجولتنا في دار المسنين أو جمعية رعاية المسنين في مدينة رام الله التقينا في صبية اسمها روان. روان قصتها مختلفة هون. روان هي كانت أصلا مقيمة مع والدتها هون. والدتها كانت معلمة ولما كبرت بالسن ما كان عندها حدا فنزلت أقامت هون ومن ثم روان ضلت مع والدتها. اشتغلت روان فترة بصالون وبعدين رجعت روان تركت الشغل ورجعت استقرت في الدار هون. يعني القصة الكبيرة عند روان. كل سنة انت سالمة. سنة ربارك سلمين إن شاء الله.
شو اخبارك يا روان؟ منيحه مبسوطه. كل شيء تمام؟ من اول ما دخلت وانت بتضحكي اكيد مبسوطه. اكيد مبسوطه ان شاء الله دائما. الحياه الاجتماعيه منيحه وكل شيء موجود يعني متوفر للجمعيه. قولي لي روان كيف بتقضي وقتك مش بزمن الكورونا؟ حطي الكورونا على جنب. لا بصالون بشتغل بصالون. والله باجي. برافو عليكي. بمشي بروح بطلع يعني وبمشي. اها. بمشاوير براقع يعني زور ناس اقارب اصحابي ورايي. اها. جماعتي يعني اهلي هون وهيك. يعني عندك حياتك الاجتماعيه الكامله. اصحاب الواد بزورهم يعني هيك اشياء. هم بيجوا بزروكي هون؟ لا والله بزورهم والله يعني بس الوضع يتحسن يعني وكل شيء يروح. اها. فرزه تروح يعني ويصير كل شيء حياه اجتماعيه منيحه. اها قصدك بس تخلص كورونا. لما توفت والدتك من 5 سنين ما كانش في قدامك خيار ثاني انه تروحي على اي مكان ثاني لانه اصلا والدتك نزيله هون فقررتي تضلي هون؟ وما حاولتي تفكري انه ممكن تستاجري بيت او غرفه او سكن تقعدي فيه؟ لا انا منيح يعني هي وكل شيء يعني كل شيء كل الرغبات موجوده كل شيء داعم واشياء كل شيء في ايام بيجوا ناس الايام العاديه يعني بعد ما خلصنا الدروانزه هي بيجوا ناس يعيدوا علينا وكل شيء. مدارس واشياء. هو قرب يقدم قرب يقدم روان اكيد احنا جوعانين. شو جاي على بالك تاكلي؟ موجود دي المهم انت حتعترفي انك جوعانه زيي. اوكي تمام يلا قومي نفطر يا روان. يعطيكم العافيه ان شاء الله ربي سنه خير عليكم ان شاء الله. حبيبتي عليك الله يخليك يا رب. حبيبتي تعرفوا فلسطين. اللهم لك صمت على رزقك أفطر ذهب الضمى وتلت العروق وثبت الأجر. وإن شاء الله هيك بنكون وصلنا لنهاية مشوارنا في بيت المسنين لهذا اليوم وهذه الحلقة. يعني بالنهاية بدنا نشكر الشيف عمار أحمد اللي قام بإعداد هاي الأطباق اليوم. شكرا لك شيف وكل سنة وأنت سالم. جميع النزلاء في دار المسنين كل سنة وأنتم سالمين وإن شاء الله بنعاد علينا رمضان بظروف أحسن من هيك ونشوفكم على خير. باي باي.